طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نتحدث معكم اليوم حول موضوع العواصف الترابية في العراق، ما هي أسبابها وآثارها. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول هذا الموضوع وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. في الدنيا لا يهم تعبت، والله تعبت يا أمة الإسلام. ألف دينار ما عندي. رجل لا يجد قوت يومه والبنوك ملأى بمليارات الدولارات من الحقوق الشرعية ومن الأموال التي تأتي إلى مقامات الأئمة. هل من العدل والإنصاف؟ تطول باكر حكمة من تتعاني من في دهلي والله، يعني تقبلها أنا أزاي من أم الخمسمية، يعني أنا عمر راح الدورون غير الدورون الشاب يشتغل بالصيانات وينزل فلاتر، والله نزل فلاتر أنا متربن ترى شغلي نظيفين. أنا الناس فقراء في الدنيا لا يهم. صغيرة ما عندهم باص يقطعون تذكرة للدكتور. من العدل أن واحد يقف على باب المستشفى يموت وما يلاقي من يفوته على المستشفى؟ إنسان يفتقر، يقلب يمينه لا عمل، يقلب شماله لا عمل، رحمة الله تعالى هو أبعد نفسه عنها. ماي ما عندنا كل شيء، ما عندنا أجرت لبيت من طلعت من هذا المجمع، ما قدرت لي الأجر خارج 300 فيه ما قدرت. أيهم بحسب الإحصائيات المسجلة من قبل الهيئة العامة للأنواء الجوية في العراق، فقد ارتفع عدد الأيام المغبرة من 243 يوما إلى 272 يوما في السنة خلال عقدين من الزمن، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050، الذي سيشهد كذلك انخفاضا بنسبة 20% بالموارد المائية في العراق، وفقا لدراسة نشرها البنك الدولي في تشرين الثاني من العام الماضي. دعونا نتابع هذا التقرير حول العواصف الترابية ونعود إليكم. هذه العواصف الرملية اللي تجينا كل أسبوع تقريبا بغداد وباقي محافظات العراق هي واحدة من أهم أسبابها التغيير المناخي اللي دا يصير، التصحر اللي دا يصير بالعراق. العراق خامس أكثر دولة هي مهددة وهشاشة من ضمن التغيير المناخي اللي دا يصير بالعالم كله. عواصف ترابية تغلق مطارات البلاد وتضرب مدن الوسط والجنوب لتصل ذروتها إلى حد انعدام الرؤية، مخلفة مئات الإصابات بالاختناق في ردهات المستشفيات، وسط عجز حكومي عن وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد الحياة في العراق، وصمت إزاء التدهور المقلق لمناخ العراق وجفاف أنهاره وروافد مياهه. مشهد يشبه الصور التي تبثها وكالة ناسا لسطح المريخ، إلا أنه هذه المرة من العراق، إذ تضرب العواصف الترابية البلاد للمرة السادسة خلال شهر واحد في غياب تام للإجراءات الحكومية للحد منها. هذا المشهد يتزامن مع تحذير خبراء من تصاعد وتيرة العواصف الرملية لتصل إلى معدل 300 يوم في السنة بحلول العام 2050، في ظل غياب تام للأحزمة الخضراء التي تعتبر مصدا طبيعيا للغبار والأتربة وغيرها من الحلول التي ذهبت أدراج الرياح بسبب الفساد الذي أجهز على تخصيص المالية، لتزداد الأمور تعقيدا مع موجة الجفاف التي تشهدها البلاد والتي جعلت العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة للتصحر في العالم. صور جفاف بحيرتي حمرين وساوى التي كانت تلقب بأعجوبة صحراء العراق وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة دقت ناقوس الخطر عن الحال الذي وصلت إليه البلاد التي ارتبط اسمها بالمياه وعرف منذ القدم باسم بلاد الرافدين، ليبقى المستقبل مجهولا في ظل انشغال الحكومة وأحزابها بالسرقة والصراع على المغانم دون الالتفات لمشاكل العراق المزمنة التي أضحى التغيير المناخي واحدا منها. نعم، طبعا تعرضت 7 محافظات عراقية من بينها العاصمة بغداد لعواصف ترابية شديدة اجتاحت أغلب
مناطقها وتسببت في تسجيل حالة وفاة وأكثر من 5000 حالة اختناق خلال يومين فقط وسط انعدام شبه تام للرؤية. بدأت العواصف في محافظات الأنبار والتأميم وصلاح الدين والنجف جنوبا وكربلاء وامتدت لتصل فجر أمس الخميس إلى العاصمة بغداد وتغطي جميع مناطقها. طبعا منذ صباح يوم أمس شهدت مناطق بغداد والأنبار والنجف وكربلاء والقادسية والتأميم وصلاح الدين حركة ضعيفة جدا في شوارعها بسبب تلك العواصف اللي أجبرت أغلب الأهالي على عدم الخروج من منازلهم. وزارة الصحة أعلنت يوم أمس الخميس تسجيل أكثر من 5000 حالة اختناق ودعت الأهالي إلى تجنب الخروج من المنازل وخاصة المصابين بأمراض مزمنة، فيما رجحت هيئة الأنواء الجوية استمرار العواصف خلال الشهر الجاري. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان بأن جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية وأقسام الطوارئ مستنفرة وتم تسجيل الكثير من حالات الاختناق جراء العواصف الترابية التي ضربت محافظات البلاد، وأعلن عن أن محافظة بغداد لوحدها سجلت أكثر من 2000 حالة اختناق ووفاة واحد. أضاف بأن مجموع حالات الاختناق التي حصلت في بغداد وباقي المحافظات هي أكثر من 5000 حالة وهي إحصائية غير نهائية، وأكد بأن أكثر الحالات هي متوسطة إلى بسيطة غادر أغلبهم بعد تلقي العلاج. أشار إلى أن أكثر الحالات المصابة تعاني من أمراض مزمنة كالربو فضلا عن الكبار في السن اللي عندهم مشاكل صحية، وأكد عدم وجود أي مشكلة في توفير العلاج المطلوب كالأكسجين الطبي، وبأن المؤسسات الصحية ما زالت مستمرة في استقبال المصابين بحالات اختناق. دعا اللي يعانون من أمراض الربو إلى تجنب الخروج من المنزل وكذلك ارتداء الكمامة أو قطعة قماش مبللة ووضعها على الأنف والفم. هيئة الأنواء الجوية في العراق توقعت استمرار العواصف الترابية خلال الشهر الجاري، وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري بأن تقرير صدر قبل يومين أشار إلى أن العراق سيتأثر بمنخفض قادم من قارة أفريقيا، وقد شهدت بغداد انعدام الرؤية كما أشرنا بسبب هذه العاصفة، وأكد بأن الطقس سيتحسن تدريجيا مساء اليوم الجمعة مع انخفاض في درجات الحرارة، وأشار إلى أن الطقس اليوم في المنطقة الشمالية سيكون غائما جزئيا يتحول إلى مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية ويتحسن تدريجيا مع انخفاض درجات الحرارة. أكد بأن درجات الحرارة ستنخفض في عموم مناطق البلاد إلا أن العواصف الترابية سوف تستمر خلال الشهر الحالي. أضاف بأن الشهر الحالي سيشهد موجة أمطار في المنطقة الشمالية، أما في باقي المناطق فلا توجد أي مؤشرات بشأن تساقط الأمطار. خلونا نشوف مقاطع مصورة صورها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي نشروها للعواصف الترابية اللي اجتاحت العراق يوم أمس. خلونا نشوف. أما تراب ما يصير، وين المحافظ؟ حط لك جام بالحدود، حط لك شيء، وين تودون فلوسنا؟ ناشد المحافظ. نعم، يعني احنا نشوف بالمقطع سماكة الغبار اللي اجتاح محافظات عراقية ومنها العاصمة بغداد. بهذا المقطع سماكة كبيرة، انعدمت الرؤية، حالات اختناق بالآلاف. وحلقتنا اليوم حول أسباب العواصف الترابية في العراق وآثارها، وآثارها يعني نشوف من آثارها انه يعني اختناق الناس، من آثارها كذلك تعطل حركة الناس، ولكن الآثار الفعلية والآثار البعيدة المدى هي ما تؤثر انتشار التصحر، كذلك يعني انحسار الأراضي الزراعية، وكذلك الجفاف اللي أصاب بحيرات، وكذلك انخفاض مناسيب المياه كان في دجلة أو الفرات. معنا أبو سمية من الأنبار. أبو سمية، برأيك ما هي أسباب العواصف الترابية في العراق؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
موضوع العواصف الترابية هذا موضوع طويل لا يكون الكلام عنه لسنة أو سنتين قد مرت. قبل كل شيء هذه الحكومة التي أتت على ظهور الدبابات أتت للخراب، أتت للنهب. مرت هذه السنوات وإيران تستهدف الروافد في العراق. التغير المناخي في بلادنا وخصوصا في المناطق الغربية والجنوبية الغربية، أنهر والتي جففتها إيران لم يبالوا بها، التي جفت بسبب قطع الروافد لا يبالون بها. أما المناطق الغربية أخي الكريم هذه تحتاج إلى حكومة تخطط، إلى حكومة تنظر إلى المستقبل. زين برأيك بالعشرين سنة عشرين سنة اللي استلموا بها الحكومات المتعاقبة ماذا قدمت لهذا الموضوع؟ موضوع البيئة طبعا هو شيء متصل بشيء، متصل بموضوع المياه، متصل بموضوع الزراعة، متصل بموضوع تغير المناخ، يعني هو كله تقريبا موضوع واحد، شيء سلسلة متصلة بأخرى. ماذا قدمت هذه الحكومات المتعاقبة واليوم تخرج تصريحات إن كان من وزارة البيئة أو من وزارة الزراعة تشكو قلة التخصيصات؟ ايش قدمت الحكومات المتعاقبة لهذا الموضوع؟ هذه الحكومات لم تقدم شيئا للبيئة خلال فترة حكمها. ليش؟ بل إن أخي هذه الحكومات أتت لكي تستفيد ماديا، وأتت لديها غايات انتقام طائفية، وأتت تحمل أحقادا تاريخية لإيران وأصحابها. لم تأتي لتبني ولم تأتي لكي تكون بلدا يعيش فيه أهله. المناطق الغربية وفي النجف وفي محافظة المثنى هي التي تأتي منها العواصف. نقول للحكومة ماذا فعلتم خلال 19 عاما التي مرت؟ هل استفدتم من المياه الجوفية في محافظات الأنبار والنجف والمثنى؟ يا أخي الكريم تحتاج هذه المنارة إلى كثرة حفر الآبار في هذا من استغلال الحكومة. يعني لو ساعدت الفلاحين في هذه المنطقة، أولا سيكون دعما ماديا لأصحاب هذه المحافظات لتوفير فرص عمل، وثانيا تساعد على تشجير هذه المناطق مما يقلل. نقطة يعني من ناحية علمية أبو سمية، ترى كثرة حفر الآبار الارتوازية يؤثر على موضوع المياه في البلد، يعني يجب أن تكون هناك لجان مختصة بحفر الآبار. حفر الآبار يعني تقريبا تأتي آخر الحلول، هناك موضوع السدود، هناك إنشاء بحيرات صناعية، هناك تكثيف الأحزمة الخضراء في المحافظات العراقية. أخي نرجع إلى نقطة مهمة، نعم، وأن هذه الحكومة ما أتت لكي تهيئ بلدا يعيش فيها أصحابه. أين السدود؟ تعال معي إلى السدود في العراق من بعد عام 2003، لم تنشئ الحكومة العراقية أي سد، لا على دجلة ولا على الفرات. أين السدود التي تخزن المياه والتي في الزراعة وفي مواسم الجفاف؟ هذه الأمور لم نرها عند الحكومة. أما بالنسبة للآبار فهناك آبار تحفر قرب البحيرات مما يسبب في جفافها. أخي الكريم أنا أحفر بعيدا عن البحيرات، هذه الحكومة لم تدعمها أساسا، ولم توفر الفرص ولم توفر الظروف للفلاحين وللمواطنين لكي يحفروا الآبار ولكي يشجروا المنطقة. زين آثار هذه، يعني إحنا اليوم العراق خامس بلد بتغير المناخ، أكثر يحتل المرتبة الخامسة بموضوع تأثره بتغير المناخ. إحنا شفنا عندنا بحيرة الساوة اختفت، عندنا بحيرة الرزازة مهددة، عندنا اليوم دجلة بعد شوي نشوف مقطع أنه انخفض بشكل كبير. إحنا اليوم هناك تهديد حقيقي وفعلي على الإنسان العراقي الموجود وعلى الأجيال القادمة. هذه الآثار كيف سوف يتحملها المواطن؟ هذا مو موضوع مثلا والله بطل زيت ارتفع وبعدين رجع سعره، هذا موضوع على المحك، موضوع حياة أو موت. المواطن العراقي لا حول له ولا قوة.
لأن بالله. إيران عندما جففت الروافد التي ترفض دجلة وبعض الأهوار في الجنوب يجب أن يتحرك، يكون التحرك على مستوى الحكومة. يعني وزير الموارد المائية بعد صيام طويل نطق قبل أيام وقال سوف نحول قضية قطع الروافد عن دجلة إلى المستوى الدولي. حصلنا ما نسمع بها أبو سمية، يعني تكرر هذا الحديث بأنه على أساس وزارة الموارد المائية تقوم برفع دعوة قضائية لدى الأمم المتحدة ضد إيران لقطعها روافد الأنهر على العراق، ولكن لغاية الآن لم يتحقق هذا الشيء. صار لنا إحنا سنة نسمع بهذا الموضوع. أخي الكريم، تصريحات وزير الموارد المائية هي مجرد تخدير أعصاب. لماذا؟ لأن إيران التي قطعت الروافد عن دجلة العراق وهي أسياد الحكومة الموجودة في المنطقة الخضراء. كلام وزير الموارد المائية لا يعدو أن يكون تصريحا، أما أن يأتي العراق طالبا إيران بترك السدود على الروافد فهذا من المستحيل لسبب واحد، وهو أن إيران سيدة الحكومة المنطقة الخضراء، ولا سبيل للمواطن إلا أنه ينتظر رحمة من السماء. وشكرا لبرنامجك. حياك الله أبو سمية من الأنبار. خلونا نشوف اليوم مقطع كذلك انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يبين انخفاض نهر دجلة بشكل كبير في العاصمة بغداد، وأحد الشبان يقوم بالجري في وسط نهر دجلة. خلونا نتابع هذا المقطع. في وسط نهر دجلة، هذا جسر الجمهوري. وين المي؟ المي وينه؟ بعد المي وينه؟ وين المي؟ يا صيادين شو صيدون رحمة للكائنات. نعم، شفنا هذا المقطع شلون هذا الشاب دي يركض بنص نهر دجلة بالقرب من جسر الجمهوري في العاصمة بغداد بحسب اللي صور هذا المقطع واللي نشره على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا وزارة البيئة كانت قد عبرت عن قلقها من جراء التأثيرات السلبية لاستمرار العواصف الترابية في عدد من محافظات البلاد، وطالبت بمعالجات تحد منها وسط تأكيدات بوجود عقبات كثيرة مالية وأمنية وأخرى تتعلق بشح المياه تحول دون إمكانية توسيع الغطاء النباتي والأحزمة الخضراء في البلاد، وتضرب العراق منذ نحو شهر هذه السلسلة من العواصف ترابية شديدة اللي تركزت آثارها في مناطق غرب ووسط وجنوب وجنوبي البلاد، وخلفت 5 وفيات والبارحة 1 6 وآلاف من حالات الاختناق اللي دخلوا إلى المستشفيات بسبب نقص الأكسجين لمرضى الربو وحساسية الجهاز التنفسي وأمراض القلب وفقا لوزارة الصحة. ومثل ما أشرنا بأنه الرؤية ومثل ما شفنا بها المقاطع الرؤية كانت منخفضة جدا في الأيام والأسابيع الماضية، ومنها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بسبب العواصف الرملية على العراق. معنا أسامة من كركوك. أسامة من كركوك، تتحدث وزارة البيئة بأنه بسبب التخصيصات المالية وبسبب الإجراءات الأمنية مدى نقدر إحنا نحد من هذه العواصف الترابية، وكذلك بإقامة يعني سلسلة من توسيع الغطاء النباتي وكذلك الأحزمة الخضراء في البلاد. إحنا أمام خطر واضح ودنعيشة، ليش الحكومة ما تتحرك وتعلن حالة الطوارئ بهذا الاتجاه ويعني توسيع الغطاء النباتي ولو هي يعني تجرف مساحات خضراء حتى تبني بيها؟ نعم، رأيك؟
السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أشكرك وأشكر على البرنامج القناة العظيمة. يا أهلا بك، الله يسلمك ويخليك. بالنسبة للموضوع حقكم أستاذ عمر، نعم، التخصيصات هي مهما خصصوا يكون تروح سرقات ونهب، ما راح يتغير شيء، لأن رائد الحكومة رصينة وتنظر للمستقبل، مجموعة أحزاب ملتهين بسرقاتهم وامتيازاتهم لحد الآن عام 2003 إلى هذا يوم ما بنوا سد أو ناظم تقسيم أو أي شيء يعني يفيد الزراعة أو الصناعة. والتصحر هو ده أكيد جاء التصحر، هذا يرتبه سبحانه وتعالى، لكن ما عندنا من يعني يداهم هذا الخطر اللي جاينا من تحديق أو زراعة الأشجار أو قدرة الأرقى الزراعية. إحنا ساعدنا مخزون أحد أقرباءي في المناطق الريفية يقول الأبار التوازية بدأت كل مية، يعني يشتغل ساعة ويقطع نص ساعة، هذا في الوقت اللي كان ما انقطع عدد، يعني حتى عندنا المياه الجوفية نزل المياه يستغرمها. وضحكنا هذا الطفل اللي توكم عرفتي والولد اللي يقف بنهر دجلة، هذا نهر دجلة الخان، النهر اللي العظيم اللي ما يوم كان يوم يعني نزل منسوب مياه هسه يقف الناس تركضون بي يعني مثل ما وضحتي في الصورة. فالسبب الأول هي الحكومة، وهو يا احترام الله والرسول على تعالى ما عندنا حكومة رصينة تقوم بعملها الحقيقي. إيران ما شاء الله قطع كل الروافد اللي بتصب في الأراضي العراقية، وطبعا وإحنا عندنا مثل أنه بخمسة سنة عمر الغذاء يعني الحقول الحنطة، يعني اليوم العراقي يقول لك يعني أول بلد راح يتأثر هاي من ناحية المناخ الاحتباس الحراري، أول يعني شرح السيوان راح يصلون أستاذ عمر. نعم. من هين تصحر وتهجير والله يستر من تاليها. الله يستر. الله يستر. أنا أشكرك أسامة من كركوك كان معنا، طبعا مثل ما أشرنا بأنه عدد كبير من العراقيين لجوا إلى استخدام الكمامة اللي كانت تنباع للوقاية من فيروس كورونا لتجنب الغبار اللي غطى المباني والسيارات، مثل بدنا نشوف الصور، وسببت هذه الخسائر في أو العواصف بخسائر مادية مختلفة، وعطلت الحياة لساعات طويلة نتيجة للجوء السكان إلى بيوتهم وإغلاق المتاجر، وكذلك أغلقت المطارات في أيام وساعات في فترات متقطعة بسبب انعدام مدى الرؤية، وكذلك رفعت قوات الأمن الحكومية حالات الإنذار لأعلى درجاتها نتيجة مخاوف من استغلال تنظيم داعش لهذه الظروف الجوية. طبعا في تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم جاء فيه بأن العراق أصبح البلد المعرض للكوارث الطبيعية أكثر عرضة للمخاطر نتيجة التدهور البيئي الحاد وإهمال الحفاظ على البيئة وضعف الأطر القانونية والتنظيمية للإدارة البيئية وضعف الترتيبات والقدرات المؤسسية. والعراق يواجه تحديات عديدة يفرضها تغير المناخ مثل ارتفاع درجة الحرارة، قلة الأمطار، شحة المياه، ملوحة الأراضي، وزيادة نسبة العواصف الرملية والترابية والكوارث الناجمة عنها، مما يعرقل التنمية بعد انتهاء مرحلة النزاع ويعيق جهود الحد من الفقر وتعزيز سبل العيش وتخفيف الصراع للحصول على الموارد الطبيعية. خلال انعقاد قمة غلاسكو المناخية والمعروفة بمؤتمر منظمة الأمم المتحدة لتغير المناخ العام الماضي 2021، أثارت تصريحات وزارة البيئة في العراق التي تشير أو التي أشارت فيها إلى أن العراق يعد خامس أكثر دول العالم تضررا من ظاهرة التغير المناخي، أثارت مخاوف واسعة من التداعيات الكارثية لذلك على الأمنين الغذائي والمائي في بلاد الرافدين. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، دعونا نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صوتكم. ما هي اسباب العواصف الترابيه في العراق واثارها على البلد وعلى الانسان العراقي؟ خلونا نشوف تقرير مصور جرافيك حول اختفاء بحيره ساوة ونرجع لكم. معنا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، يعني في سياق الحديث عن أسباب العواصف الترابية وآثارها، يعني من آثار التغير المناخي هو اختفاء بحيرة ساوة، يعني بحيرة أكثر من 4 كيلومتر تختفي. وين وزارة البيئة؟ وين المختصين؟ وين الحكومة عن هذا الخطر الذي يطرق أبواب العراقيين وليد نشوفه؟ بحيرة بهذا الحجم تختفي، وينهم؟ عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور. أرجو معذرة، ولو السؤال سمعتني؟ عبد الرزاق تسمعني هسه؟ معك بوضوح دكتور. نعم، سألتك بأنه عرضنا تقرير على بحيرة ساوة، هذه البحيرة اختفت، تمام؟ نعم. مساحتها أكثر من 4 كيلومتر، اختفت هذه البحيرة، وين وزارة البيئة؟ وين الجهات المختصة؟ وين شرت عن هذه البحيرة اللي اختفت؟ وإحنا هم كذلك عرضنا مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ب يعني انخفاض نهر دجلة، وهذه العواصف الترابية اللي دعا تضرب العراق، يعني صار لها أيام تروح وترجع. نعم عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور عمر. يعني إحنا من بعد 2003 الطبقة السياسية اللي جلبت لنا ثقافة الموت من خلال هي هاي العواصف الترابية. نعم عبد الرزاق. اللي يعني الصراحة تسمعني؟ انعكاس واضح اللي فشل هذه الطبقة السياسية. نعم. يبدو أننا فقدنا اتصال مع عبد الرزاق من بابل. طبعا أعلنت دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن موجة العواصف الترابية التي تضاعفت عددها عن السنوات الماضية، إلى تأثر العراق بالتغيرات المناخية في المنطقة وشح الأمطار وانحسار الغطاء النباتي والتصحر الذي يحصل على حساب مناطق زراعية واسعة في البلاد. طبعا العراق يعاني من انخفاض مستوى الغطاء النباتي نتيجة الحروب التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، لا سيما الحرب التي قالتها واشنطن ولندن ومن تحالف معهما لاحتلال البلاد، والتي فاقمت الأوضاع سوءا فضلا عن تبعات تقطيع المناطق الزراعية والبساتين إلى أجزاء واستغلالها لبناء المنازل عليها. تراجعت مستويات الغطاء النباتي وكذلك شح المياه، مما تسبب بتفاقم ظاهرة العواصف الترابية. وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي كشف بأن أكثر من 60% من الأراضي التي كانت صالحة للزراعة والمزروعة فقدت نتيجة أو فقدت نتيجة التجريف والتجاوزات عليها، وأضاف بأن هذا التجاوز قلص من المساحات الخضراء كمناطق الدورة والبعاثة جنوبي بغداد، إذا تحدثنا عن العاصمة بغداد. الفلاحي أكد بأن الوزارة تعاني من وجود تواطؤ في ملف تجريف البساتين،
يتم إحراق بعض البساتين لجعلها غير صالحة للزراعة ومن ثم بيعها كقطع أراضي سكنية. يعني الأمر متعمد، وهذا ما نوصل إلى من هذه العواصف الترابية ومن هذا التغير المناخي وهذه الكوارث على المواطن العراقي. أشار الفلاحي إلى أن تأثير العواصف الترابية سيزداد ما لم تتخذ إجراءات لتثبيت التربة من خلال إقامة واحات وأحزمة خضراء في المناطق الصحراوية. معنا اتصال محمد من بغداد. محمد، يعني العواصف الترابية تقريبا احنا ذكرنا اسبابها على لسان المصادر الحكومية، على لسان مثلا يعني وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي، قال لك انه الامر حرق بساتين، استيلاء على اراضي، تحويلها الى مناطق سكنية، هناك تواطؤ بهذا الملف، هناك تواطؤ بهذا الملف، ماكو تخصيصات مالية حقيقية لتفادي هذه الكارثة البيئية على العراق. رأيك أخي محمد من بغداد. السلام عليكم دكتور. نعم. عمر محمد لك ولا قناة تسمعني؟ قناة لا سمعك. محمد من بغداد. ألو. تفضل محمد. نعم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. تحية لك ولا قناة الرافدين. حياك الله. أهلا وسهلا، يا أهلا بك دكتور. نعم. الحكومة هي العواصف الترابية، أنا أعتقد من بعد 2003 كانت تيجي تدريجيا لحد 2004 أو 2005 أو 2006 تيجي تدريجيا. نعم. والحكومة ما لقت الحل. بدل ما تسوي حلول للقضاء على هذه الظاهرة، هي تسوي قضت على الأراضي الزراعية وجرفت البساتين والأراضي الزراعية وبنت مساكن عشوائية، والماء اللي يجي الروافد من تجي من تركيا ومن ايران هذا قدام يقطعوا على العراق، ما سووا حلول بناء مثلا سدود، بناء مثلا مجرى مائي مثلا. نعم. يعني يزهر العراق من جديد، يعتمدون الحكومه على بناء اسس حقيقيه. بناء حقيقي ما سووا، عافوه هيجي تراكمات هاي السنين كلها عافوها. وهسه أنا لقيت يعني شاهدت أحد المسؤولين المعنيين. نعم. بالبيئة ويقول لازم نزرع 15 مليار شجرة تمتد من بغداد إلى الشمال. نعم. يعني هاي الحكومة هيجي متعاطين أو جادين. زين وين كانوا هاي العشرين سنة؟ هو هذا السؤال اللي يطرح حتى حالياً دكتور. نعم. هم وين كانوا قبل 2000 من 2003 لحد الآن؟ هم شنو جابوا الخراب والفساد والظلم على البلد هذا؟ ما خططوا على أي شيء. يعني هسه يريدون يخططون، وهي هاي ترى كارثة هاي. يعني العراق إذا جفت الانهار، يعني هذا نهار دجلة يجي هذا بيركض به، يعني هاي مصيبة، هاي كارثة. يعني احنا حنتحول من أرض صحراء قاحلة. يعني حيصير القتل بالشوارع على مود المي، قبل على مود الناس تلبك على مود الفلوس، هسه تروح تكتلك على مود تاخذ لك برميل من المي. اي والله يعني هيك وصلوا البلد، وهم متعمدين هذا يسوون هذا الشيء. والله العظيم لا كل شيء ما راح يسوون، لا مهله، لا راح يزرعون اشجار، ولا حيسوون تخطيط للقضاء على هذه الظاهره، ومستمرين. وهسه جلسات مهايه احنا وحايرين مناصب ومسهم بس وقت نعقد الجلسه وطولنا مهله والتحالفات، وعايفين هاي الكارثه اللي الموجوده حاليا، والحل ما اعرف شلون، يعني وين حيكون بعد ما ادري. الله المعين. انا اشكرك دكتور. انا اشكرك محمد من بغداد كان معنا. طبعا في ذات السياق تحدث مدير عام الدائره الفنيه في وزاره البيئه وهو عيسى الفياض في تصريح سابق صحفي، قال بان التغيرات المناخيه عامل اساسي في زياده موجات الغبار، وأشار إلى أن نحو 70% من الأراضي الزراعية في العراق متدهورة أو مهددة بالتدهور نتيجة التغيرات المناخية، وبالتالي فقدان الغطاء النباتي الذي يعتبر العامل الرئيس لتثبيت التربة. أشارت أحدث التقارير التي تصدرها المؤسسات الأممية المعنية ومنظمات الإغاثة الدولية إلى أن أكثر من 7 ملايين عراقي لا يملكون
القدرة على الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء بما يسد حاجتهم كما يجب. وقدرت الأمم المتحدة بأن أكثر من 160 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية في العراق تحولت إلى مناطق جرداء، وارتفع متوسط درجة حرارة العراق بمقدار 4.1 درجة منذ نهاية القرن التاسع عشر، أي ضعف ما شهدته باقي مناطق العالم وفقا لمؤسسة بيركلي إيرث لعلوم المناخ ومقرها في كاليفورنيا، كما حذرت من تفاقم الكارثة البيئية الإنسانية في العراق مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات الأمطار والجفاف الذي يعرض مئات الكيلومترات من الأراضي الزراعية لخطر الجفاف التام، مما يؤدي لحرمان الأهالي من مصادر مياه الشرب ومياه الري، كما يؤدي ذلك إلى عرقلة عمليات توليد الكهرباء نتيجة شح ونفاذ مياه السدود، وهذا يؤثر بدوره على عمل المرافق العامة الأساسية بما في ذلك قطاعات الخدمات الصحية. يعني شهد العراق خلال الأيام الأخيرة مثل ما شفنا بالتقرير زوال معلم جيولوجي وبيئي بارز في طبيعته، تمثل في جفاف بحيرة ساوة لواقعة بجنوب البلاد والتي تتمتع بمواصفات فريدة على صعيد التكوين الفيزيائي تجعلها ذات شهرة عالمية باعتبارها تمزج بين عوامل طبيعية وأخرى مفتعلة، وأثار ذلك استياء واسعا لدى العراقيين لا سيما سكان محافظة المثنى التي تحتضن هذه البحيرة وتعتبر من أهم رموزها الجغرافية. ومع الأسف مثل ما شفنا في التقرير اختفت بحيرة ساوة. معنا اتصال؟ أكو اتصال؟ حسن من ذي قار. حسن، نتحدث عن أسباب العواصف الترابية وآثارها، وتحدثنا من خلال يعني أخذ تصريحات لمسؤولين في وزارة البيئة والصحة والأنواء الجوية أنه يعني آثار هذه العواصف طبعا من الأسباب هو تجريف بساتين، وكذلك عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بالغطاء النباتي، وكذلك الاهتمام بموضوع البيئة والمناخ، هذا أدى إلى زيادة العواصف الترابية وآثارها مثل ما نشوف إحنا اليوم، وكذلك تمتد آثارها إلى بعد أكثر من التصحر وأكثر من انخفاض مناسيب المياه. تفضل حسن. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك وانت بألف خير، ربي يحفظك ويخليك وعلى قناتكم وعلى سادة الجميع. الله يسلمك. آمين يا رب عليكم. نعم، إحنا محافظة ذي قار معاناتنا مو بس هاي التراب. نعم، معاناتنا مو بس التراب. نعم، قد تسمع المحافظات وقد تسمع قناتكم الكريمة، أتمنى توصلون المعاناة مال محافظة ذي قار. نعم، محافظة ذي قار صوت البرلمان الشيعي، إحنا محافظة نعاني من الأحزاب الشيعية، عندنا 19 نائب في محافظة ذي قار كلهم فاسدين، رئيس البرلمان بس رئيس البرلمان مو من محافظة ذي قار، حميد الغز من ذي قار، 19 نائب وزارات من ذي قار، ما قدموا الشباب ذي قار، أحزاب ذي قار بالأخص 19 نائب من محافظة ذي قار، أخي استولوا على أراضي المكانات الحساسة الواجهة في محافظة ذي قار كل الأحزاب السياسية بالأخص الأحزاب الكبيرة، ما استثني من عندهم حدود. تدري هاي الأحزاب استولت على المكانات الرئيسية في محافظة ذي قار، استولتها أخي سوتها بولات. بس اسأل لي نزل قناتك في شارع النيل وقلهم هذه العيادة الخارجية كانت مستوصف المحافظة ذي قار بشارع النيل، كان مستوصف يعالج العالم. تدري يا أهل استولى عليه العيادة الخارجية واستولت أحد الكتل الفاسدة استولى عليه سواه مول، كان يعالج العالم سواه مول تابع لأحد التيارات الفاسدة. هاي واحد، روح الشارع نبو إبراهيم من تجي من ناكا من اتجاه السريع شوف استولى، وكانوا يردون يسوونها مجمعات سكنية، خذتها أحد التيارات الفاسدة سوتها مولات ومجمعات غذائية وما غذائية. تجي الطب او المدخل ذي قار خذوا الاراضي كل هناك الاسعار غاليه، محافظه ذي قار نعاني من ارتفاع الاسعار في العقاري، يعني عندك 200 متر بالشموخ بذات الصوب من مليار وفوق استولت عليها. اخي العزيز بس انتبهوا، المحافظه ذي قار محافظه ذي قار متامر عليها من الاحزاب مالتها، محافظه ذي قار متامر عليها سياسيين مالتها، محافظه ذي قار صوتوا عليها منكوفه نقبوها ودلوها هم سياسينه
يعني انت سياسيين قاعدين ياكلونك في مجلس النواب، يذلونك ويهينونك ويستولون على الاراضي وعلى المستشفيات وعلى المكانات، تستخدم ابناء القاف تستولى عليه هذه الاحزاب الفاسده. طلعنا بثوره تشرين طالبنا محاسبه الفاسدين والقتله، تلقونا بالرصاص الحي والاحتقالات، وكل هسه كل ناشط وكل متظاهر وكل شاب علي دعاوى كيديه من هذه الاحزاب الفاسده. ليش علينا دعاوى كيديه؟ لان نفضحهم ونحكي بسوالفهم الخايسه اللي تامروا على شباب الناصريه واللي تامروا على اقتصاد الناصريه وعلى اراضي الناصريه. اخي العزيز، محافظه بيقار مشكلتنا احنا مو بس تراهم ولا هاي، لا تعالوا يا ناس لاحقوا محافظه بيقار، تعالوا يا حكومه، تعالوا يا دزلنا يا الصبر الكاظمي يا امم المتحده، دزلنا لجان قد تتحقق بهاي الاراضي استولت عليها الاحزاب. اخي مدارس استولت، صارت مقرات لهم. اخي مستوصف تسويه مول للاحزاب، احد السياسيين الكبار الفاسدين في شارع النيل، نفس قناتكم، قناتكم متواصله الشباب بيقار وجاي توصل صوتنا صحيح. بس اريد احنا الجان تجي من مصطفى الكاظمي ابن محمد الحلفوسي، خلي يقول لهم شنو قضيه المستوى العياده الخارجيه هاي، ليش على اساس سووها مول؟ خلي يقول لهم شنو مالنا ابو ابراهيم هاي المولات، ليش مو مجمعات سكنيه؟ اخي اكو تامر على محافظه بيقار من السياسيين، لا حد يجي من الخارج، لا من سياسيين الشيعه نصا، من سياسيين الشيعه. وانا اتحدث لك من محافظه بيقار ومن مدينه بيقار ومن ولايه بيقار، انا احد الناشطين جاي اسمع اكثر الملفات على هذه الاحزاب الفاسده، احزاب تمثل السلطه وتمثل محافظه بيقار، دول ما يمثلون محافظه بيقار، اخي دول جايين يردون يستولون على خيرات بيقار من اجل احزابهم، لكسب الناس، لكسب مقراتهم الحزبيه، لاجل حمايات، لاجل احزاب ميليشيات، واستولوا، اخي ما حد جاي يسمع صوتنا، جاي يوم. هذا كلامك اخي حسن، هذا كلامك صوتنا. كلامك يؤكد ما جاء على لسان وزاره البيئه بانه يعني الجهات المتنفذة دعت تستولي على أراضي والأراضي الزراعية وتحولها إلى 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 مناطق سكنية، مثل ما تفضلت مولات وغيرها يحتكروها لهم. استاذي يعني أنت على أساس إذا أنتم تندعون بالدين يا أحزاب يا شيعيين تندعون بالدين، أكو مدرسة تصير مقر حزبي بس أرتفعنك والله، خل تسمعن المرجعية، خل تسمعن السياسيين، خل تسمعن المحافظة، مدرسة تعلم فيها الأجيال يسوونها مقر حزب ولعناصر مسلحه يجتمعون بها يوميه. اكو مستوصف يعالج حياه البشر، تسويه مول الك تاجر به الك ولحزبك. الله يعينكم اخي حسن. مساومات استاذي، اكو مساومات، لا تفتح المستشفى الحكومي وخر عن الكوادر، وخر عن العلاجات، شغل المستشفيات الاهليه. تدري محافظه بيقار كم مستشفى؟ تقريبا فوق ال 75 مستشفى اهلي. وهاي مستشفى تركي هسه روح هسه خلعانه وياك تاخذ القناه مالتك، والله والحسين كانونه ما تقدر وتروح للمستشفى الاهلي الزائده مليون، وهي كانت الزائده ببلاش، هسه روح لكل المستشفيات. الله يعينكم اخي حسن، وهذا مع الاسف هذا الحال يعني في ذي قار وفي المحافظات الاخرى، عانكم الله. حسن من ذي قار كان معنا. ابو مروه من كربلاء، تفضل ابو مروه. عليكم تحية. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا باختصار أقول فضل. كل اللي دا يجري الآن هو تقصير وقصور من الحكومات المتعاقبة من زراعة وصناعة، وهاي العواصف الترابية هي معروفة أخي شنو التقصير، وليش وين كانوا ملتهين وين كانوا، هذا ما لنا علاقة به. بس أنا عندي حكاية واحدة أقول عندما تكون النوايا غير طيبة يا أخي، الله سبحانه وتعالى ينزل الغضب. من بعد 2003 إلى اليوم عارف من هزات أرضية وعواصف، هذا دليل على أنه الحكام اللي حكموا هم نوايا غير طيبة وغير صافية. فلذلك أي مجموعة، أي شراكة، أي أسرة عندما تكون نواياها غير طيبة فيقع عليهم العذاب. نسأل الله العفو والعافية. أنا أشكرك أبو مروة كان معنا. معنا اتصال آخر من السماوة، يمكن أبو محمد من السماوة، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، حياك الله.
الله يا هلا بك. الله يديك. بالنسبه للمساله التصحر التغيير المناخي، هذا الشيء احنا من زمان نحذره من عند خبراء عندنا كثيرين في هذا المجال، بس استشعرهم هذا الشيء حقيقه بعد الغزو الامريكي مباشره بس بدايه السنوات الاولى، يعني من بعد الغزو من 2004 ل 2005 احنا كناس مزارعين يعني بدينا نستشعر انه اكو هناك صار عندنا خلل بالمنظومه المياه. يعني من كان عندنا طريقه الري كانت سيح قبل 2003، بال 2004 2005 بدينا نستخدم الواسطه اللي هي الماطور الماي، وبعد ذلك بدينا حتى الواسطه ما تقدر تسحب الماء من الانهار بسبب ضحاله سيل ونقصها. وحذروا الخبراء وحذروا حتى الدول المجاوره، وسمعنا انه هناك بناء سدود في تركيا وإيران بدأت السياسات المتعمدة بقطع المياه القادمة من أراضيها نحو الأراضي العراقية. السبب الرئيسي هو هذا الشيء، طبعا الحكومات المتعاقبة بعد 2003 الناس هم متآمرين على قضية الشعب العراقي من البداية، ما هم هم أي شيء، وهم اخترعوا هذا النظام الحكم ما يسمى بالديمقراطية. حتى كل أربع سنوات هو يخلص فترة الدولة يفلت، وبعد يقول أنا شعلة بعد ما له علاقة بهاي الأمور شو يصير فيهم ما يصير. المهم هو يجي أربع سنوات يطلع لسانه شوية ينظر لروحه يسوي نفسه ماكو مثله، والشعب هذا خلي شيء يصير ما يصير بيه ما يهمهم. فالخبراء هسه نفسيتهم اللي حذروا يقولون بعد احنا بالسنوات القادمه اللي ربما صار عندنا ازمه مياه، مياه الازمه حاليا صح، حتى مياه صالح للشرب ماكو. فما ادري شو احنا يصير عندنا وعي، شو الشعب يصير عنده وعي لهذه الحكومات وهاي الناس اللي هي اجت على ظهر الدبابه الامريكيه وواعدتنا واعدت الشعب بالخير. فامور مو صحيحة. أنا أشكرك أبو محمد من السماء وأعتذر منك لأن انتهى وقت البرنامج. تحدثنا عن أسباب العواصف الترابية وآثارها على العراق. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله، في أمان الله.